قناع ولا اقتناع لما تخليت عن غرورك وشاركت؟ لا 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 لا، انا مش مغرور، ما عنديش الكلام. وبصي، مفيش نجم تألق في السينما الا لما جه ناقد او واحد صحفي صغير وقال ده مغرور. ليه؟ عشان يتشهر. والشهرة ما بتجيش بكده. الشهرة عمل، الشهرة عمل، بنخلط بين الكبرياء والغرور. مش قلتلك هناك فرق بين التكبر والكبرياء؟ التكبر ملناش فيه، الكبرياء تكبروا على أهل الكبر، فإن الكبر على أهل الكبر صدقة. بس كده صدقة. تخليت تاني عن كبريائك لما شاركت نجوم شباب زي رامز جلال ومحمد رمضان في أفلامهم. ماله، كان في تخلي عن كبريائك لما عملت ده؟ لا، هم نفسهم ناس طبيعيين وأنا راجل طبيعي زيهم ومستجمين مع بعض. مفيش اللي انت بتقوليه ده. مين اللي بيقعد يقول لك ده؟ الجمهور، على الصحافة، على السوشيال ميديا، الدربكة، على النقاد، الدربكة. لكن شايفانها قدامك، سوي، عفريت، قرد، ينفع؟ طب والله لاخد لك بقي تاني. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.